الله أكبر الله أكبر لا منذ متى؟ منذ متى وكان الآذان يفتح مثل فتحة أوبرا؟ منذ متى وأصبح الآذان صنفونية موسيقية؟ أرحنا بها يا بلال. هكذا كان يطلب المصطفى من مؤذنه بلال بن رباح. أفتجعلونها موسيقى وتمايل؟ اللهم ارشد الأئمة وارشد المؤمنين، هكذا ادعى خير الإنان، فما لكم اليوم تنقلبون؟ أتانا اليوم يهان الإسلام أمام أعيننا، ومن غيرتي وواجبي كمسلم وجب علي أن أتكلم. أجل، أتكلم عن المسلمين، فهم أطول أعناق يوم القيامة، فلماذا على أعناقهم تقصرون؟ نحن كبار، فلماذا تصغرون وتخلطون وتهونون؟ تعايشوا كما شئتم، أما الآذان والتوابت والعقيدة فإياكم تبدلون أو تخلطون أو حتى تزيفون. المسلمون اليوم كلهم متسائلون من هذا الفعل. ألم تكتفوا بتفكيك الوحدة؟ ألم تكتفوا بضرب أعراضنا ونزع الحياء نسائنا باسم التحرر؟ لا، بل مستتم عقيدتنا، وأخرجتم المغاربة غصبا للشوارع للاحتفال بالكاثوليكي بظاهرة تصل لمئة درهم من مقدم الحي. هل هذا ما كان المغاربة مجبرون عنه؟ تدنيس العقيدة. اللهم إنا نبرأ إليك مما فعل هؤلاء، ونستغفرك مما كان من هؤلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان معكم حماد القرشي من قناة راوي ستوري، والآن نترككم مع مقتطفات من الآذان الذي دنس على يد اليهودية والصهاينة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.